الله وصلت وسلم على رسول الله. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم مع طرد جديد، ليس يعني طرد من العمل وانما منتوج وصلني كالعاده من موقع اي باي. هذا هو المنتوج، عذرا يعني اخفي فقط المعلومات التي تخصني. اذا ان شاء الله في فيديو اليوم ساقوم بمشاركتكم بهذا المنتوج. حقيقة يعني كلما توصل منتوج لا أقوم بفتحه ولما لا أقول لما لا، فسأشارككم هذا المنتوج. وإذا كانت لديكم يعني أي أسئلة حول هذا المنتوج الذي يعني نشاركه في فيديوهاتنا على قناتنا على اليوتيوب، يعني المجال مفتوح، تستطيع يعني ترك سؤالك سواء تحت الفيديو أو على صفحة موقع التواصل الاجتماعي التي ترى أمامك مباشرة، سنكون يعني سعداء بالإجابة عليه. إذا نبدأ على بركة الله. Now mic recorder. كتاب الاستعمال وكيبل، لم يبقى شيء يعني هذا كتاب الاستعمال. جميل، يعني إذا شرعت في قراءة هذا الكتيب أظن أن الفيديو قد يعني تجاوز النصف ساعة، لذلك سأتجاوز مرحلة الكتاب لكي لا أطيل عليكم الفيديو، وإن شاء الله سأرجع إليه في بعد. إذن هذا هو المايك من سونهاو، إنتاج شركة سونهاو. تستطيع يعني استعماله مع الحاسوب. ميكروفون ريكوردر فور بي سي، هذا الحامل المثبت، يعني تستطيع هكذا يعني تتم العملية. الحامل وهذه يعني تقوم بإلغاء البروي، يعني بحذف أصوات لا تريد يعني. لكي يعطينا يعني صوت أفضل. ويعني تستطيع استخدامه للتسجيل، وهذا الكابل تقوم بتحميله. تست 1 2 تست اند وبالطبع يعني اذا اردت هنا لديك ارتفاع المايك او اخفاضها كما ارجو ان يكون يعني واضح. هذه هي تستطيع اخفاض ارتفاع المايك او زيادة في ارتفاع. هذا هو المايك، وكما قلت هذا الكابل USB ستقوم بربطه بالحاسوب، ويقومون باعطائك ايضا كابل صون، واحدة للمايك والأخرى للهيدرز. إذن أظن أننا سنقوم باستغناء عن المايك هذا يعني الذي قمنا بتسجيل به عديد الفيديوهات.
لن نقوم يعني بإلغائه تماما. لدي يعني معز لدينا يعني نقوم بتسجيل العديد من الفيديوهات عن طريق هذا المايك. إذا إن شاء الله سنجرب هذا المايك، وإن شاء الله يكون الصوت يعني احترافي أفضل، يعني تكون الفيديوهات أكثر احترافية، وإن شاء الله سنكمل باستعمال هذا المايك. إذا أرجو من صميم قلبي أن تكون استفدت من حلقة اليوم. كما قلت، لديك أي أسئلة حول هذا المنتوج، فيديوهات قمنا بها سابقا أو غيرها من الفيديوهات، لا تخجل وترد، ضع على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وسنكون سعداء بالإجابة عليها إن شاء الله. إذا موعدنا في حلقة غد، فلا تبخل علينا، أعجب الفيديو، شارك هذا الفيديو مع أصدقائك اللي يعني إذا لم يكونوا مشتركين في قناتنا، فلما لا تدعمنا بمشاركة هذه القناة لكي يستفيدوا معك يعني أصدقائك. كما قلت، إذا كنت أيضا هذه أمر تشاهد في فيديوهاتنا، فلا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وتنضم معنا لكي تتوصل بإشعارات. أيضا لا تنسى يعني تفعيل خاصية الجرس بعد أن تضغط على زر الاشتراك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.